السيدة الرئيسة المحترمة، السيدات والسادة النواب، السيد الوزير، السيدة الوزيرة، زملائي ديال جوج الأسابيع، أنا جد سعيد للتواجد معكم اليوم في هذه الجلسة التشريعية. فأود أن أشكر السيد النائب المحترم السيد عبد الحق مغار على طرحه هذا السؤال اللي كيهم في الحقيقة، عنده بعد ديال السؤال ديالكم كيهم مدينة الحسيمة، ولكن لازم من نوضعكم في الخضم ديال مجموعة ديال الإجراءات اللي عملها اللي اتخذتها السكك المكتب الوطني السكك الحديدية، بالخصوص في مخطط 2040، والتي خلصت إلى إعداد مخطط طموح يهم إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة و 3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي ل 87% من الساكنة الوطنية بدلا من 51 حاليا، بالإضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة ولتنظيم. شكرا.